السلام عليكم. تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور قال إنه لبعض أعضاء الوفد القطري ينسحبون من قمة المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة. ويظهر في المقطع المصور عددا من أفراد الوفد القطري يغادرون القاعة بالتزامن مع كلمة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين. وفي الأخير، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، وشكرا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.